بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نشرع بإذن الله تعالى من هذا اليوم في دراسة كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان والكفر. يعني هذا الكتاب يتعلق بدراسة قضية من أخطر القضايا، وما أحوجنا إلى دراستها في هذه الأيام على الخصوص، هذه الأيام التي انتشرت فيها نبرة التكفير بين قطاع كبير من الناس وعلى الخصوص الشباب، فإن نبرة التكفير وإطلاق التكفير والتساهل في ذلك صار علامة خطيرة وظاهرة يعني خطيرة في هذه الأيام. ولذلك فنقول ما أحوجنا لدراسة هذه القضية، قضية مسائل الإيمان والكفر، التي مجمل كل المسائل الموجودة فيها يدور حول المسألة الخطيرة، وهي من هو المؤمن ومن هو الكافر، من هو المؤمن ومن هو الكافر، ومتى يتحول المؤمن من الإيمان إلى الكفر، ومتى يتحول الكافر من الكفر إلى الإيمان، وما بين ذلك من مسائل وتفريع في هذه القضية الخطيرة. في هذه القضية الخطيرة، هل يعني مثلا هل يحتمل أن يكون المؤمن فيه صور من الكفر، وهل يحتمل أن يكون الكافر فيه صور وشعب أو أحوال من أحوال الإيمان، وأيضا ما يتفرع عن ذلك؟ فهذه قضية خطيرة جدا كما نكرر، ولا سيما في هذه الأيام التي انتشرت فيها ظاهرة التكفير، والتي على لوازمها وما يترتب عليها تستحل الدماء والأموال والأعراض ونحو ذلك. وإلا فالبعض يبدأ بالدماء، والبعض يبدأ بالأموال، والبعض يبدأ بالأعراض ويطعن في الأعراض، والبعض تراه يعني يقدم على هذه كلها في يعني مرة واحدة. ولذلك هذه قضية خطيرة جدا، يعني لابد من الوقوف على الضوابط التي يجب على المسلم أن ينضبط بها وهو ينظر هذه المسألة الخطيرة، وهي مسألة الإيمان والكفر، وما يتفرع أو قضية الإيمان والكفر وما يتفرع عنها من مسائل. ولذلك سندرس بإذن الله تبارك وتعالى هذا الكتاب، ولكن اليوم بإذن الله تعالى سنمهد للكلام عن هذه القضية ببحث هو بين أيديكم لعله الآن، لعل الإخوة وزعوه. هذا البحث سيكون هو موضوع حديثنا اليوم، وهو عبارة عن تمهيد لهذا الموضوع، وهو قضية الإيمان والكفر. ثم نقرأ مقدمة الكتاب فقط اليوم، وفي المرة التي بعدها نشرع في الكلام إن شاء الله تعالى في المسائل. أما هذا البحث فهو بحث في الحقيقة جيد، يعني مقالة وقفت عليها منذ زمن، وسبحان الله قدرا وجدتها في الأيام الماضية فناسبت الحال. وهذا البحث كان قد نشر في مجلة البيان لأحد المؤلفين، لكن أنا في الحقيقة لا أذكر اسمه، لا أذكر اسمه، جزاه الله خير الجزاء. فهذا البحث في الحقيقة مناسب جدا أن نبدأ به كتمهيد، ولعله كذلك
يلامس يعني واقعنا الحالي وما فيه من مشكلات تتعلق بأحكام وضوابط وآداب التعامل مع هذه القضية، قضية يعني مسائل الإيمان والكفر. هذا البحث عنوانه مناقشة ابن عباس للخوارج دروس وعبر. يعني هناك حصل مناقشة بين عبد الله بن عباس رضي الله عنه وبين الخوارج، هذه المناقشة سجلت في كتب العلم ونقلها العلماء وسجلوها، وفيها فوائد كثيرة وعظيمة. صاحب المقالة ذكر هذه الفوائد، ونقف على هذه المقالة وهذه الفوائد إن شاء الله تعالى. لكن من باب التوضيح، الخوارج هذه فئة كانت قد خرجت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهؤلاء هم أول من خرج ببدعة التكفير. هؤلاء هم أول من خرج في المسلمين وأول من خرج وظهر في عالم الإسلام ببدعة تكفير المسلمين، بدعة تكفير المسلمين. وأنا أقول تكفير المسلمين حتى لا يتوهم متوهم أنه لا يجوز تكفير أحد، لا، أنا أقول تكفير المسلمين. أما تكفير يعني أو أما التكفير لبعض الناس فهذا حكم شرعي، فقد يقع بعض الناس في الكفر ويكفر، والأمثلة على ذلك كثيرة. فالعلماء مثلا قديما كفروا كثيرا من أهل البدع ومن أهل الضلالة، ولذلك فنقصد بالخوارج الذين كفروا المسلمين، بل كفروا طائفة من أفضل المسلمين في هذا الزمان، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معهم. فكفروا علي بن أبي طالب ومن كان معه، وكفروا معاوية ابن أبي سفيان ومن كان معه. ومن يومها وبدعة التكفير في المسلمين لم تتوقف، تزيد وتنقص وتقوى وتضعف، لكن هؤلاء هم الذين زرعوا هذه الفتنة وبذروا هذه البذرة الفاسدة في المسلمين. قال: أصيبت الأمة الإسلامية في القرون المتأخرة في أعز ما تملك وهو عقيدتها الصافية النقية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل، وصار عليها صحابته رضوان الله عليهم، وتبعهم في ذلك ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ولا تزال طائفة من الأمة سائرة عليها، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه المصيبة العظيمة لها جذور تاريخية ترجع إلى القرون الأولى، فقد بدأت هذه المصيبة بمقتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد مجوسي حاقد، ثم قتل ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه بمؤامرة دنيئة، ثم ظهر القول بنفي القدر، ثم أوقدت الفتنة بين المسلمين ودار القتال بينهم، ثم خرجت الخوارج بمقولة شنيعة، ثم ظهر التشيع وازداد أهله غلوا وبعدا عن الدين، وانتشر الرفض في بقاع شتى من العالم الإسلامي. وفي كل مرة كانت هذه الانحرافات تجد من يتصدى لها من الرجال الأفذاذ الذين جمعوا بين العلم والعمل والجهاد في سبيل الله، وكان هؤلاء يعملون على تنقية الأجواء الإسلامية من كل انحراف ومن كل دخيل. وهو بيمهد للكلام عن أن هناك طوائف من أهل البدع تظهر، لكن الله عز وجل من عظيم رحمته بالأمة أن يقيد
هؤلاء المبتدعين من يقوم لهم من أهل الإيش الحق في كل زمان، في كل زمان الله عز وجل يقيد من أهل الحق من يقوم لأهل البدع. ولعل هؤلاء أهل البدع هؤلاء يسبونه ويطعنونه ويطعنون عليه وكذا وكذا، لكن ما توقف أهل الحق وأهل العلم عن هذا الدور منذ ظهرت هذه الطوائف من أهل البدع، ترى أن الله يقيد لها من يقيد من أهل العلم. وهذا المثال الذي بين أيدينا لرجل من هؤلاء وهو ابن عباس رضي الله عنه الذي قام يناظر الخوارج، هذا الفكر التكفيري الذي ظهر قبل أن يتصرف المسلمون ويتعامل المسلمون مع هذا الفكر التكفيري بالمواجهة الدموية وبالاصطلاح العصري المواجهة الأمنية. قام ابن عباس يطلب من أمير المؤمنين أن يكون أو أن تكون المواجهة مواجهة الفكر بالفكر والحجة بالحجة والتنظير العلمي، فإن من كان يريد الحق سيرجع، من كان منهم يريد الحق سيرجع إن شاء الله، أما من كان له هوى وزيغ وضلال والعياذ بالله فمهما أتيت له من أدلة ومهما قام له أهل العلم وقالوا ما قالوا فإنه لن يقنع ولن يرجع. ولذلك هذا مثال الذي بين أيدينا. قال وفي كل مرة كانت هذه الانحرافات تجد من يتصدى لها من الرجال الأفذاذ الذين جمعوا بين العلم والعمل والجهاد في سبيل الله، وكان هؤلاء يعملون على تنقية الأجواء الإسلامية من كل انحراف ومن كل دخيل. وفي الأسطر التالية أثر يتحدث عن نموذج لانحراف خطير ظهر في هذه الأمة وكيف تصدى لهذا الانحراف رجل تخرج من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تخرج منها أعظم الرجال. وهذا الأثر فيه فوائد شتى، لم يكن المقصود استخراجها جميعا، بل ترك ذلك للقارئ الكريم، وإنما حسن التنبيه على بعض فوائده على وجه الاختصار. قال وطريقة عرض هذا الأثر هي عرض جميع رواياته التي وقفت عليها ومن ثم إدراج الزيادات على السياق الأصلي. يعني أنت هتلاحظ في السياق بتاع الأثر هتجد في أحيانا في بين الكلام تجد عبارة بين قوسين، عبارة بين قوسين، هذه العبارة التي بين قوسين يعني ماذا؟ ليست من أصل هذه الرواية إنما من رواية أخرى. يعني على طريقة الشيخ مثلا الألباني رحمة الله عليه في كتاب أحكام الجنائز، كتاب أحكام الجنائز الشيخ الألباني كان يجمع بين الروايات أحيانا ويجمع في رواية واحدة، يدرج ألفاظ من روايات في نفس الرواية. يقول وطريقة عرض هذا الأثر هي عرض جميع رواياته التي وقفت عليها ومن ثم إدراج الزيادات على السياق الأصلي. يقول وقد أسوق نصا غير النص الأصلي في بعض المواطن لأن في ألفاظه زيادة فائدة، وسياق الرواية الأصلي هو لمتقدم المخرجين لهذا الأثر من أصحاب مصنفات الحديث. يقول وهذا نص الأثر، قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال، انتبهوا بقى لكل الخبر كذا وما فيه، قال لما خرجت الحرورية اجتمعوا في دار على حدتهم وهم 6000. الحرورية يعني الخوارج، يعني الخوارج، وسموا بالحرورية نسبة إلى المنطقة التي قطنوها يعني وسكنوا فيها، وهي حروراء التي سكنوا فيها. قال اجتمعوا في دار على حدتهم وهم 6000 وأجمعوا أن يخرجوا على علي بن أبي طالب وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه. اتفقوا يعني الخوارج على الخروج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال جعل يأتيه الرجل فيقول يا أمير المؤمنين إن القوم خارجون عليك، يعني علي بن أبي طالب، جعل يأتيه بعض أصحابه وبعض
يعني الناصحين يقول الخوارج أو الحرورية بيدبرون، إنهم عازمون على الخروج عليك. قال فيقول قال دعهم حتى يخرجوا، فإني لا أقاتلهم حتى يقاتلوني وسوف يفعلون. يعني علي رضي الله عنه كان كلما يأتيه إنسان أو ناصح يقول هم يدبرون للخروج عليك، يقول دعهم حتى يفعلوا، يعني لن أبادئهم أنا بالقتال. وهذا كان من علي رضي الله عنه من باب حرصه على ألا يبدأ مع هؤلاء المنحرفين بالإيه؟ بالحل الإيش؟ الحل الأمني، الحل الدموي، الحل الصدامي. وده لعله من أسباب زيادة هذه الظاهرة في هذه الأيام، من أسباب زيادة هذه الظاهرة في هذه الأيام ظاهرة التكفير، أن القوم تعاملوا مع أصحاب هذا الفكر بماذا؟ بالحلول الأمنية، القتل والقمع أو الضرب والسجن ونحو ذلك، فهذا ربما يزيد الأمر سوءا. نعم. قال يقول علي دعهم حتى يخرجوا فإني لا أقاتلهم حتى يقاتلوني وسوف يفعلون. هو علي بيقول سوف يفعلون لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك طائفة ستخرج لها أوصاف وحددها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تقاتل المسلمين. قال فلما كان ذات يوم قلت لعلي يا أمير المؤمنين أبرد عن الصلاة فلا تفتني حتى آتي القوم فأكلمهم. يعني ابن عباس بيقول قلت لعلي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أبرد عن الصلاة فلا تفتني. أبرد عن الصلاة أي صلاة يطلب فيها الإبراد؟ الظهر. فهذا يدل على أن ابن عباس ذهب إليهم متى؟ في أول النهار، في أول النهار صلى الفجر وخب بعض وراح للخوارج. وبيوصي علي رضي الله عنه أنه لو تأخر قليلا في صلاة الظهر ينتظر يعني ابن عباس ويبرد بالصلاة. وهذا فيه حرص السلف رضي الله عنهم على صلاة الجماعة رضي الله عنهم وأرضاه. فقال علي يعني إني أتخوفهم عليك يعني أنا خايف عليك من الخوارج. فقال يعني علي إني أتخوفهم عليك. قال قلت أي ابن عباس كلا إن شاء الله تعالى وكنت حسن الخلق. يعني كلا يعني نفي أنهم إن شاء الله لن يؤذوني. قال وكنت حسن الخلق لا أوذي أحدا. يعني ابن عباس كان معروف بين يعني الناس إن هو حسن الخلق، شخصيته يعني شخصية مقبولة عند الإيش؟ عند الطرفين، يعني مقبولة عند الطرفين. والحقيقة هذا فيه فقه، أن هذا فيه إشارة إلى أن من كان من العلماء له قبول عند الطرفين فلا ينبغي له أن يحجم ويقول السلام لا يعدلها شيء، مثلا كما يفعل أحيانا بعض الدعاء أو العلماء. إذا كان الطرفان يقبلان منك فأنت أولى الناس أن تتدخل في هذه القضية. نعم. قال فقال ابن عباس رضي الله عنه كلا إن شاء الله تعالى وكنت حسن الخلق لا أوذي أحدا. قال فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية، يعني من هذه الثياب اليمانية. قال أبو زميل كان ابن عباس جميلا جهيرا، يعني الراوي عن ابن عباس بيقول كان ابن عباس جميلا جهيرا، يعني صوت قوي. قال ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة، وهم قائلون في نحر الظهيرة، يعني دخلت عليهم وهم نايمين في وقت القيلولة. قال فدخلت على قوم لم أرى قط أشد اجتهادا منهم. شوف الإنصاف، وده درس عظيم هيجي للتنبيه عليه. انظر إلى إنصاف ابن عباس رضي الله عنه، مع أنه يعلم أن هؤلاء أهل إيش؟ أهل ضلالة، لكنه لما ذكرهم أنصف فيه حتى الوصف، أعطاهم حقهم
ما سبهم ولا شتمهم ولا كذا ولا كذا، لمجرد أنه حصل بينه وبينهم اختلاف في الرأي ونحو ذلك. قال: فدخلت على قوم لم أرى قط أشد اجتهادا منهم، أيديهم كأنها ثفن الإبل. ثفن الإبل هتجد عندك جنبها كده في الهامش: كل ما ولي الأرض من كل ذوات الأربع إذا بركت فيحصل فيه غلظ من آثار البروك. أنت عارف هجيبها لك، أنا قريبة خالص منه، شايف يعني إيدينا كلنا إن شاء الله والحاجة دي، شايف الحتة دي عاملة إزاي؟ من كثر ما أنت بتعمل إيه؟ بتسند عليه. فهم من كثرة ما بيسجدوا وبيركعوا ونحو ذلك، فآثار ذلك ظاهرة فين؟ في أيديهم، ظاهرة فيه في ركبهم، ظاهرة في جباههم ونحو ذلك. قال: وهم قائلون في نحر الظهيرة: فدخلت على قوم لم أرى قط أشد اجتهادا منهم، أيديهم كأنها ثفن الإبل، وجوههم معلمة من آثار السجود، عليهم قمص مرحضة، يعني رخيصة، يعني مش ثياب، يعني رخيصة وزهيدة يعني. وجوههم مسهمة من السهر، مسهمة يعني عليها أثر الإيش؟ التعب، عليها أثر التعب. نعم. قال: فدخلت فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ وما هذه الحلة؟ انتبهتم ليه ابن عباس قال أنا كنت لابس حلة إيش؟ أحلى حلة ولبست أحلى لبس. ذكرها ليه في الرواية؟ لأن هم هيسخروا منه وهيتريقوا على ابن عباس. قال: فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ وما هذه الحلة؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ انت راجل مش ايش؟ مش زاهد، انت عالم وعامل نفسك عالم ولابس لي حلة غالية، كأنهم عايزين يقولوا كده يعني. فقالوا: ما هذه الحلة؟ قال: قلت: ما تعيبون علي؟ ايه اللي يعني تعيبون عليه في الحلة اللي انا لابسها يعني؟ لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من هذه الحلل. ده أنا شفت سيدي وسيدكم وقدوتنا جميعا لابس حلة أحسن من إيش؟ من الحلة اللي أنا لابسها دي. قال: ونزلت، بيقول لهم يعني الدليل يعني، ونزلت: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قالوا: فما جاء بك؟ قال: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عندي صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليهم نزل الوحي وهم أعلم بتأويله، وليس فيكم منهم أحد. شوف الكلام الرائع ده في التنظير، ده ابتداء بينظر كمان من جهة الإيش؟ السبق في العلم والمكانة والدرجة. قال: جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدثكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا هتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الذي أقوله لكم أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بإشارة بقى عصرية شوية لحالنا، من الذي يتكلم ساعة النزاع؟ العلماء ولا عموم الإخوة أصحاب العواطف؟ العلماء بلا شك. فلما يأتي إنسان ويقول: جئتكم بكلام أهل العلم، يقولون له: بس كذا بس كذا بس كذا، بالعواطف فقط لا غير، هل هذا كلام يقبل؟ ولذلك ابن عباس قال لهم: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عند صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي، يعني عليهم نزل الوحي وهم أعلم بتأويله. عليهم نزل الوحي يعني دول عندهم سبق في هذه المسألة عنكم، عليهم نزل الوحي. وآسف اعذرونا ان احنا بنعمل إشارات عصرية، كذلك نقول لنفس الحال اليوم دول، نقول المشايخ الذين تسبونهم أنتم، هؤلاء الذين علموكم، هؤلاء الذين عندهم العلم، هؤلاء هم الذين لهم مؤهلات علمية تؤهلهم لماذا؟ للنظر والاجتهاد.
أما أن يأتي إنسان بمجرد شوية عواطف أو قناة فضائية أو نحو ذلك، نقول له هذا غير معتبر في الاستدلال الشرعي. الاستدلال الشرعي يكون قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق قواعد شرعية وضعت في الدين. نعم. قال: جئتكم أحدثكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عند صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليهم نزل الوحي وهم أعلم بتأويله، وليس فيكم منهم أحد. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا، فإن الله تعالى يقول: بل هم قوم خصمون. ما هو دي قلة أدب، يستغفر الله العظيم. ما هو دي طبيعة الإنسان اللي هو ما عندوش حجة، لكن عنده إيش؟ عنده عصبية، عنده عصبية. هو رأي يعني رآه، ولذلك مهما فعلت، ولذلك ما حجته؟ إذا نظرته يشتم، يسب، يطعن في الأعراض، يتهم ونحو ذلك. يعني قال: فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا، فإن الله تعالى يقول: بل هم قوم خصمون. نعوذ بالله. شوف الاستدلال ده ينفع؟ طب ليه ما ينفعش؟ ها؟ لأن هذا مقصود بقريش الكافرة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تخاصم النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. أما ابن عباس فهو قرشي، لكن قرشي إيش؟ مؤمن. قريش الآن أصبحت مؤمنة، فلا يصح هذا الاستدلال. نعم. وقال رجلان أو ثلاثة: لو كلمتهم، يعني اثنين منهم ولا ثلاثة، قالوا لابن عباس، ودول عندهم يعني شيء من الإنصاف، قالوا له يعني لو كلمتهم، كلم يعني، اعرض المسألة يعني. قال: قلت، يعني ابن عباس قال: قلت: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وأول من آمن به وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه؟ إيه اللي انتوا زعلانين من علي بن أبي طالب فيه؟ إيه اللي انتوا بتنقموا عليه؟ انتوا مخالفينه بتكفروا ليه؟ انتوا بتقولوا علي بن أبي طالب كفر، هو ومن معه، ومعاوية كمان كفر، هو ومن معه. لأن هؤلاء كانوا أيامها كانوا بيرفعوا شعار، وهو: إن الحكم إلا لله. ده كان شعار الخوارج. ولذلك علي رضي الله عنه كان يقول لهم: كلمة حق أريد بها باطل. هو دلوقتي نسأل الله العفو والعافية، أي حد ممكن يرفع أي شعار وبيعجب الناس وخلاص على كده، الصمود، المش عارف إيه، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كلمة حق أريد بها باطل. إحنا مش في معرض التفصيل في المسألة دي دلوقتي، وإحنا فصلناها قبل كده في خطب جمعة وغيره، لكن انظر إلى طريقة الاستدلال الخاطئة. هؤلاء كانوا يرفعون: إن الحكم إلا لله، آية قرآنية، لكن هذا الاستدلال ليس فيه محله. قال: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه. ختنوا يعني صهروا يعني. قال: وأول من آمن به وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، يعني الصحابة مع علي وهو له المناقب الفلانية دي، ومع ذلك أنتم تنقمون عليه، فما هذا الذي تنقمون على علي؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثا. انتبهوا بقى، قالوا: ننقم عليه ثلاثا. ده الخوارج كانوا عندهم رحمة شوية. ننقم عليه ثلاثا، ثلاثة بس. قال: وما هن؟ قالوا: أولهن أنه حكم الرجال في دين الله، وقد قال الله: إن الحكم إلا لله. فما شأن الرجال والحكم بعد قول الله عز وجل؟ ناس يعني بيحبوا الإسلام حب مفيش بعد كده، الخوارج مفيش حب بعد كده، ده ناس طول الليل صحيين بيصلوا، وطول النهار مسكين الإيش؟ المصاحف. دي طبيعة الخوارج، كانوا كده طول النهار صيام والقرآن، وبالليل طول النهار وطول الليل قيام. ومع ذلك ما كانوا يفهمون هذا القرآن الذي يقرؤونه، وعليه
قالوا في علي رضي الله عنه أنه حكم الرجال في حكم الله تعالى، والله قال إن الحكم إلا لله إذن فعلي كافر. ما خلاص كده، هي بقت دي شغلانة على طول عند الخوارج على مر الإيش الزمان ومن يتأثر بفكرهم، فعل كذا إذن فهو كافر. طيب حققت شروط المسألة، نظرت في موانع تكون في المسألة عشان انت تنزل الحكم هكذا، فعل كذا كذا إذن هو كافر. قال قلت وماذا؟ ابن عباس يعني يقول لهم ايه تاني التانية يعني ايش وماذا؟ قالوا وقاتل ولم يسبي ولم يغنم، لئن كانوا كفارا لقد حلت له أموالهم، ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. هذه التانية. قالوا قاتل ولم يسبي ولم يغنم. قتل مين؟ قاتل الصحابة الذين خالفوا قبل معاوية، اللي هي معركة الإيش الجمل، في معركة الجمل التي حضرتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير وطائفة، كانوا موجودين في الجهة الأخرى. فعلي لما قاتل يوم الجمل هؤلاء هزمهم رضي الله عنهم أجمعين، علي رضي الله عنه هزم الفئة الأخرى. فلما هزمهم علي رضي الله عنه أحسن إليهم فما سبى ولا غنم، لأن هذا حكم شرعي إنه قتال البغاة يختلف عن قتال إيش قتال الكفار وقتال المرتدين، إنما قتال البغاة يختلف، على سبيل المثال ليس فيه سبي وليس فيه غنيمة لأن دول مسلمين بس إيش بغاة ظلمة. أما قتال الكفار والمرتدين ونحو ذلك هذه مسألة أخرى. فهؤلاء من جهلهم خلطوا بين الإيش المسألتين أهو. طبعا اللي يشوف الحال يا في حد بيحب الإسلام قد دول، اللي يدخل على الخوارج في الوقت ده زي ابن عباس ما دخل عليهم يشك في أن الناس دول بيحبوا الإسلام، وبالفعل هم كانوا يحبون الإسلام، لكنهم انحرفوا وأوتوا من قبل انحرافهم في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أدى بهم هذا إلى ماذا؟ كفروا كل المجتمع. علي كافر، واللي تبع علي يبقى كافر، واللي كمان قصاد علي كافر، واللي تبعه يبقى كافر. خلاص بقى تهمة التكفير بتبقى ايه عاملة زي الايه زي كده البتاع اللي بيخر كده مية ولا حاجة، انجاز التعبير يعني، خلاص بتطلق كده التكفير في اي لحظة. قالوا وقاتل ولم يسبي ولم يغنم، لئن كانوا كفارا لقد حلت له أموالهم، ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. يا سلام يا سلام، شايف الفقه بيقولوا لو كانوا كفار طب ليه ما خدش بقى أموالهم وسباهم، طب ولو كانوا مؤمنين ليه قاتلهم، لأن هم من غبائهم أنهم لا يعرفون أن هناك قتال اسمه قتال البغاة ولو أحكام ولو تفصيل. قال قلت وماذا؟ طيب التالتة بقى. قالوا محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. يلا ما كانش كده يبقى توادرس، ما هو كده، ما كانش كده يبقى كده، إن لله وإنا إليه راجعون. فقالوا محى أمير المؤمنين. إيه حكاية محى أمير المؤمنين دي؟ علي رضي الله عنه لما اشتد الخلاف بينه وبين فئة الشام، وأنتم كما تعلمون في إيجاز سريع جدا لما قتل عثمان رضي الله عنه وحصل ما حصل من فتنة، وتولى علي رضي الله عنه إمارة المؤمنين، قامت فئة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطالبون عليا بالثأر من قتلة عثمان، وهذه الفئة كان يتزعمها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير ومعاوية بن أبي سفيان في الجملة يعني في الجملة. أما معاوية فكان يطالب بحجة أنه ولي الدم، لأنه عثمان من بني أمية ومعاوية من بني أمية ابن عمه، فكان يطالب بحجة أنه ولي الدم ومصر على الثأر من قتلة عثمان.
وأما طلحة والزبير وأم المؤمنين وغيره كانوا يجتهدون في هذه المسألة أنه لابد من الثأر ممن قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان صاحب الفضل والمناقب. فخلاصة المسألة أن علي رضي الله عنه كان له اجتهاد بعدم ترقب أو بعدد تتبع هؤلاء والثأر منهم والقصاص في هذا الوقت، وإنما يؤجل ذلك لوقت آخر تكون دولة الإسلام قد استقرت فيه، تكون دولة الإسلام فيه قد استقرت. وإلا فالآن الدولة الإسلامية فيها اضطراب في كل الأمصار، يعني بعد مقتل عثمان مباشرة في اضطراب في كل الأمصار. فلو أن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين قام للقصاص للاقتصاص من هؤلاء لرعدت لهم أنوف، لأن الثوار اللي قتلوا عثمان رضي الله عنه ليسوا من مكان واحد ولا من قبيلة واحدة، إنما كانوا من قبائل مختلفة بل من أمصار مختلفة، يعني جاءوا من مصر وجاءوا من الشام وجاءوا من من جهة العراق والكوفة ونحو ذلك. فعلي كان يرى رضي الله عنه أنه لو ثأر من هؤلاء الآن ابتداء سيترعد لهم أنوف، يعني ستضطرب الدولة الإسلامية، كل قرايب دول هيعملوا إيه؟ قبائل، هتجد الدنيا كلها تضطرب. ثم كان من اجتهاد علي رضي الله عنه أنه لم يكن عنده بينات على من قتل عثمان. ياه، هو أنت كمان يا علي دخلت مع الجماعة بتوع اليومين دول؟ ما هو اليومين دول لما حد يقول البينات ونحو ذلك يقولوا يلا يا في اللي فيك ويلي عليك ويلي كذا يا عميل يلي كذا ويلي كذا. طب هل يجوز الاقتصاص بغير بينة؟ فكان من اجتهاد علي رضي الله عنه أنه ليس عنده بينات على الأشخاص تحديدا الذين قتلوا عثمان، وإلا كانت ثورة، كان حول بيت عثمان عشرات بل مئات من الناس، وهؤلاء جميعا اشتركوا، لكن من الذي باشر القتل ونحو ذلك؟ فكان علي أيضا يقول حتى نتبين ونقف على القتلة، ثم إذا وقفنا عليهم تظرنا الوقت المناسب وقمنا بالقصاص. كان هذا رأي علي رضي الله عنه وكان هو الرأي الأرجح. وأما الفريق الآخر فكان يرى الثأر فورا. فحصل ما حصل من نزاع واختلاف ونحو ذلك حتى أدى إلى قتال يوم الجمل، وكان قد اندس كذلك في الجيوش من اندس من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي وغيره، فجعلوا الأمر مشتعل على الدوام، يعني كل ما تهدأ الأمور، ويوم الجمل نفسه هدأت الأمور واتفق الفريقان على أن الأمور تهدأ، حتى رفع أحد الفريقين المصاحف، ومع ذلك دخل من دخل من هذه يعني المجموعات المندسة بين الفريقين وهيج الأمور. حتى كان اليوم الآخر وهو يوم المعركة التي كانت بين جيش علي وجيش معاوية، وهي معركة صفين. هذه المعركة أيضا التي اشتد فيها الأمر بين الفريقين، لكن كانت هناك محاولات للإصلاح، محاولات للإصلاح، وهذه المحاولات كانت جملة الكلام فيها أن يجتمع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الطيبين من الفريقين، وأن يجلسوا جلسة مفاوضات يقفوا فيها على حل للأزمة، مصالحة، وهذا أمر يحبه الله تعالى. فكان هذا الأمر هو إنه المصالحة هذه بين الفريقين، إن يعض بعض رجال من الطرف ده وبعض رجال من الطرف ده ويتفقوا. فكان من طلبات جهة معاوية رضي الله عنه أو معاوية إنه أنا لم أبايع علي، فإذا جلست لا أجلس معه على أنه أمير المؤمنين، فمن جلس معي أو من جلس فليجلس على أننا لم نبايع ولا نقر لعلي ببيعة ونحو ذلك. فعلي رضي الله عنه قبل بهذا، هم في كل الأحوال لم يبايعوا،
فمحو علي نفسه عندهم تحصيل حاصل ولا ايش؟ هم اصلا لم يبايعوه اصلا، ولذلك علي قبل بهذا، قال ما فيش مشكلة. وجلس الفريقان هنا بقيادة عمرو بن العاص وهنا بقيادة أبو موسى الأشعري لأجل بحث كيفية حل الأزمة والصلح. هذا الذي حدث في جملة. فهؤلاء قالوا لعبد الله بن أبي عباس، قالوا محى نفسه من أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين. طيب لم يكن أمير المؤمنين، الإنصاف يقول إيه؟ طيب عنه ما بقى أمير المؤمنين مثلا، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. يلا على طول كده إطلاق الكفر، ده حاجة سهلة جدا عندهم. نعم. قال قلت أعندكم سوى هذا؟ قالوا حسبنا هذا. عندكم حاجة تانية؟ قالوا لا خلاص هم دول اللي عندنا. قال أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم، شوفوا القاعدة الرائعة دي في الخلاف في النزاع، أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا تنكرون ينقض قولكم؟ في الرواية الأخرى أترجعون؟ ينقض قولكم يعني ماذا؟ يعني أو ينقض قولكم يعني ترجعوا وتتوقفوا عن هذا الكلام. وفي الرواية الأخرى قال ترجعون؟ قالوا نعم. قال قلت أما قولكم حكم الرجال في دين الله، فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله يحكم به ذو عدل منكم. ودي مش تحكيم رجال ولا لا؟ الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. مين اللي هيحكم هنا؟ ذو عدل رجلين هيحكم به. قال لهم مش هو ده مش حكم رجال. قال وقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. مش رجال دول؟ قال أنشدكم الله، أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ هو أرنب يعني إشارة إلى ماذا؟ اللي هيقتل أرنب هو محرم هيعمل إيه؟ هيجيب أرنب زيه أو يدفع إيش؟ ثمن الربع درهم. ربنا يجيب الحكام يحكموا يقولوا الأرنب ده موجود مثيله، لأنه في الحاجات اللي من النوع ده اللي الصيد الإحرام في أحيانا مثلها وفي أحيانا إيش؟ قيمتها، لأن في أحيانا بعض أنواع الصيد ما فيش إلا مثلها. الغرض يعني أنه اللي بيقول لهم اللي واحد قتل أرنب يعني اصطاد أرنب وهو محرم عمدا، ده ربنا سبحانه وتعالى قال للرجال عودوا شوفوا القضية دي في أرنب. طب أنتم مش عايزين علي دماء المسلمين وأعراضهم دي كلها تضيع يحكم فيها الرجال الذين سيحكمون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وفي بضع امرأة، يعني إن هو رب وإصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم وفي بضع امرأة، وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال. أنتوا لا ألا تعلمون أن الله لو شاء لقال مثلا في الصيد كذا خلاص، لكن قال يحكم به ذو عدل منه، وقال في المرأة حكما من أهله وحكما من أهلها. نعم. قالوا اللهم في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم، يعني أما سألهم بيقول لهم ده أولى ولا ده أولى؟ قالوا لا فعلا حقن الدماء إيش أولى. قال أخرجت من هذه؟ خلاص دي خرجت من هذه، يعني أنا بالتعبير العصري بتاعنا براءة من المسألة دي، أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. قال وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة؟ كان هيسب مين؟
عايزينه يسبي مين؟ يسبي أم المؤمنين؟ ما هو الجيش كان يوميها ما فيهوش حد نساء غير أم المؤمنين، كنتوا عايزين ياخدها سبي؟ قال: أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فقد كفرتم. لو أنتم بتعتقدوا كده فقد كفرتم. كفرتم ليه؟ لأن ده مصدمة صريحة لما جاء في كتاب الله. قال: وإن زعمتم أنها ليست أم المؤمنين فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام. إن الله يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. هل يجوز تتزوج أمك؟ هل يجوز تطأ أمك؟ هل يجوز تسبي أمك؟ ولذلك فعائشة أم المؤمنين، عايزينه يسبي عائشة؟ نعم. قال: فأنتم مترددون بين ضلالتين فاختاروا أيهما شئتم. ثم قال: أخرجت من هذه؟ فنظر بعضهم إلى بعض قالوا: اللهم نعم. قال: وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بما ترضون. أنا هقول لكم حاجة ترضيكم في هذه المسألة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحديبية أن يكتب بينه وبينهم كتابا، فكاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان فقال: اكتب يا علي هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال: والله إني لرسول الله حقا وإن كذبتموني، اكتب يا علي محمد بن عبد الله. وعلي قال وعلي يوم الصلح قال ايش؟ اكتب علي بن ابي طالب. هذا ما بين معاويه وبين علي بن ابي طالب، مش لازم امير المؤمنين. قال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان افضل من علي رضي الله عنه، وما اخرجه من النبوه حين محى نفسه. يعني هو لما قال لعلي اكتب من محمد رسول الله خرج من النبوه، كذلك علي لما قال له هذا ما بين علي وبين معاوية خرج من الخلافة وإمارة المؤمنين. قال: أخرجت من هذه، ابن عباس بيقول لهم يعني أخرجت من هذه، يعني هذه الحجة تقنعون بها؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فرجع منهم 2000 وبقي منهم 4000 فقتلوا على ضلالة، نسأل الله العفو والعافية. رجع منهم 2000 منهم كان عندهم شيء من الإنصاف، بدليل لما قامت الحجة ابتداء قعدوا يسمعوا، ده ابتداء عملوا ايه؟ قعدوا يسمعوا، ما عملوش ايه بقى؟ ما احنا السمعين. يا جماعة تعالوا، طب يا جماعة تعالوا اسمعونا، احنا بنسمعش الا الايه؟ الجهات اللي تعجبنا بس، هي دي اللي بنسمع لها. لكن هؤلاء في الحقيقة كان عندهم إنصاف، فجلسوا فسمعوا لابن عباس رضي الله عنه. قال: هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق الصنعاني، وذكر في الحقيقة مشكورا يعني تخريج الأثر بيعني مصادر مختلفة. قال: أصول ودروس مستفادة من الأثر. أصول ودروس مستفادة من الأثر. الحقيقة أنا كنت من زمان جدا كنت بفكر أعمل البحث ده خطبة جمعة، لكن هو قدر الله سبحانه وتعالى إن احنا نطرحه النهاردة، ولعل لو حاجة يعني لو كانت الحاجة ماسة نعالجه معالجة يعني وعظية في يوم جمعة، لأن في الحقيقة ما أحوجنا لمثل هذا، خصوصا مع كثير من إخواننا وشبابنا الذين يؤخذون من جهة حب الإسلام، اللي بيعتادوا على الأخوات وبيزنوا فيهم ويتعمل حلقة كاملة، ويجاب شيخ وواحد تاني يقعد قصاده يقول له: طب ايه الموقف في اللي بيزنوا في الاخوات وفلانه اللي خلوها حامل؟ وكل هذا عباره عن ايش؟ وهم. كل هذا عباره عن كذب ووهم ينشره اهل الباطل، ثم الاخر يبني اكاذيب ويبني احكام كذلك ايش؟ غير منضبطه شرعا عليه. والشباب يساق: الحق اختك اللي بيزنوا بيها، الحق اختك اللي بيضربوها. ومع كل هذا اللي بيضربوها واللي بيزنوا فيها والنحو ذلك، هل هذا
يسوغ التكفير؟ هل هذا يعطي لمن يريد أن يعني يزايد على قضية سياسية أنه يجر الناس إلى ما فيه هلاكهم وهو تكفير المسلمين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: أصول ودروس مستفادة من الأثر. أولا، قال: لقد أوتي الخوارج من قبل فهمهم السقيم لنصوص الشرع، ويرجع ضلالهم إلى أسباب أهمها واحد: فهم النصوص ببادئ الرأي. بادئ الرأي يعني بالرأي الإيش؟ السيء، وسطحية ساذجة دون التأمل والتثبت من مقصد الشارع من النصوص، فوقعوا في تحريف النصوص وتأويلها عن معناها الصحيح. سطحية في تناول النصوص، بدليل أنه يقول لي إن الحكم إلا لله، ليه حكم الرجال؟ حكم الرجال؟ طب ما تفهموا يعني إيه إن الحكم إلا لله؟ هو مين اللي هيقيم حكم الله في الناس؟ أليس هم الرجال؟ أليس القاضي هو رجل يحكم في الناس ونحو ذلك؟ وذلك السطحية في الفهم هي التي أوتوا من قبلها كذلك. وعليه يا أخوانا أنه على سبيل المثال ما نتعرض له في هذا الزمان، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. طيب الآية دي نزلت فين وظروفها إيه؟ هذا هو المطلوب. ونزلت في من هذه الآية ابتداء؟ نزلت في قصة طالوت وجالوت، مش كده؟ إذا نظرنا إلى القصة وتفاصيلها نجد أن هذا الاستدلال سطحي تماما. لماذا؟ من قال أن طالوت المؤمن خرج لملاقاة جالوت الكافر بلا قوة ولا يعني أدوات يقاومه بها؟ من قال ذلك؟ من أين هذا؟ هو يقول لك أنا خارج عاري الصدر صامد، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. طيب ما تنظر في سبب نزول الآية، هل خرج طالوت عار الصدر؟ وإذا خرج إنسان عار الصدر لمن بيده السلاح، ما هي النتيجة؟ موت. طيب يقول لك كله في سبيل الله، نقول له هذه سطحية في الفهم. هل الله سبحانه وتعالى شرع لنا الجهاد لكي نموت فقط؟ هل شرع الله الجهاد لكي يموت المسلمون فقط؟ ولا الأصل شرع الجهاد لماذا؟ لإعلاء كلمة الله. وإن متنا أثناء ذلك فقد أتينا إحدى الحسنيين. يبقى الغرض من الجهاد هو إعلاء كلمة الله، لكن إذا خرجت أنا لأموت فقط أين إعلاء كلمة الله؟ ثم هل طالوت خرج يوم خرج بلا قوة؟ تعرفون كم كان جيش طالوت يوم خرج؟ عدد الجيش بتاع طالوت 70,000. 70,000 خرج في قتال جالوت ب70,000. الله، 70,000، أمال إيه كم من فئة قليلة باعتبار ما كان الأمر واقعا يوم واجه جالوت؟ لأنه لما عبر النهر والقصة الطويلة تخلف من؟ تخلف. فلما كانت المواجهة كانوا كام؟ 313 أو 14 عدة أهل بدر. ولذلك قالت الفئة المؤمنة يومها اصمدوا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، لأنه صار الأمر أمر إيش؟ واقع. ده 70,000 قبل ما يوصلوا عند جالوت بدأوا يرجعوا شوية بشوية لغاية ما هب بقوا قدام الجيش بتاع جالوت، بعضهم جعل يقول لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود، ومشي وساب المعركة. فالفئة اللي صبرت دي فعلت زيادة. وإلا المؤمن في الإسلام بقى تحديدا لا يجب عليه أن يثبت لأكثر من إيش؟ اثنين، إلا بتفاصيل معينة احنا قلناها في كتاب الجهاد، انه ممكن يكون هو واحد قوته تعدل الايش؟ اكثر من اثنين. يعني لو واحد معاه رشاش وعشرة معاهم خناجر
هل يجوز للي معاه رشاش يهرب ويقول أن الإسلام أمر بالثبات لاثنين وأما فوق اثنين فلا يجب؟ لا، ده يجب عليه الثبات. لماذا؟ لأنه اعتبار القوة هنا مش بالعدد الأشخاص، اعتبار القوة الاعتبار بالقوة. فالقوة هنا موجودة، أنا معايا رشاش وهم معاهم 10 خناجر، لا ده الرشاش يحصدهم في لحظة. يبقى الواحد يثبت ليه؟ 100 معاهم خناجر يثبت. فما بالك بالذي يأتي لا هو معاه خنجر ولا ما هو معاه حاجة ولا معاه أي حاجة خالص، وخصمه هو اللي معاه الإيش؟ القوة كلها. لا، وبعدين في كمان يعمل إيه كمان؟ يجيب له النسوان ويحطها له كمان إيه؟ يضربها ويسميه ده صمود، ويسميه ده مشروع شهيد ونحو ذلك. حسبنا الله ونعم. هذه النظرة الإيش؟ سطحية، نظرة جاهلة للشرع. نعم. قال 2، أخذهم ببعض الأدلة دون بعض، فيأخذون بالنص الواحد ويحكمون على أساس فهمهم له دون أن يتعرفوا على باقي النصوص الشرعية في المسألة نفسها، فضربوا بعض النصوص ببعض، وبهذا أسكتهم ابن عباس رضي الله عنه، فقد كان يأتيهم بباقي الأدلة في الموضوع نفسه فلا يجدون لذلك جوابا. وسبب ضلال الخوارج هو سبب ضلال طوائف عديدة من المسلمين. يقول الشاطبي رحمه الله أن أصل الضلال راجع إلى الجهل بمقاصد الشريعة والتخرص على معانيها بالظن من غير تثبت. التخرص يعني التخمين، يخمن كده هو من غير ما يكون عنده قواعد شرعية. قال أو الأخذ فيها بالنظر الأول ولا يكون ذلك من راسخ في العلم، أو أن يكون من ناس ليس عندهم رسوخ في العلم ولذلك يخرج ويتكلم بكلام بعيد عن العلم وعن الضوابط الشرعية، زي الفتوى إياها بتاعت روحوا اضربوا الضباط بتوع الجيش والشرطة وخشوا عليهم بيوتهم وقتلوهم وولعوا في عربياتهم وولعوا في بيوتهم. على أي شيء بنيت هذه الفتوى؟ ده أحسن الظن بمن قالها، أحسن الظن بمن قالها أنها مبنية على هوى، أحسن الظن. وإلا لو قلنا جهل دي حاجة كارثة فعلا، لكن أحسن الظن به أنها مبنية على هوى ولا يعوذ بالله. ولذلك تجدوا بعدها بثلاث أربع أيام طلع قال إيش؟ لا أنا مش قصدي كذا، أنا قصدي كذا، وراح مغير شكل الإيش؟ الموضوع خالص وغير الفتوى خالص. إيه ده؟ أعراض الناس ودماء الناس واستحلال ذلك بمنتهى السهولة هكذا، حتى ولو كانوا ظلمة. وإلا البعض أحيانا لما يسمعنا إحنا بنتكلم الكلام ده عنده ما فيهوش نظرة سطحية، طالما أنت بتقول كده يبقى أنت مع مين؟ مع الظالم. شيء عجيب، هذا خطأ وهذا خطأ، وأنا أقول لك هو ظالم، لكن من الذي قال أن الظالم يحل ذمه بهذه الطريقة وعرضه؟ لا، ليس هو عرضه فقط، ده عرضه وعرض مين كمان؟ وعرض غيره. لأن البيوت دي فيها ناس ولا فيهاش ناس؟ البيوت اللي جواها هذه اللي هتتهاجم، وأسماء ضباط الشرطة وضباط الجيش اللي محطوطة على الإنترنت عشان الناس تخش تحرق بيوتها وتولعها، دي البيوت دي ما فيهاش أطفال. ده احنا لو سلمنا أن الناس دول الأشخاص دول إيش؟ كفرة، وقد يعني استحل دمهم ومالهم. طب أولادهم، زوجاتهم، جيرانهم ونحو ذلك، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول ثانيا، يعني من الدروس المستفادة من هذا الأثر حديثة ابن عباس مع الخوارج، الحرص على وحدة المسلمين وجماعتهم وتوحد صفهم، وهذا ظاهر من موقف علي رضي الله تعالى عنه ابتداء حين جعل يأتيه الرجل فيقول يا أمير المؤمنين إن القوم خارجون عليك، فيقول دعهم حتى يخرجوا فإني لا أقاتلهم حتى يقاتلوا وسوف يفعلون. فكان رضي الله عنه حريصا
على ألا يأتي إلى الخوارج بشيء من القتال ونحوه، يفرق به المسلمين ويضعف شوكتهم ما لم يخرجوا هم عليه أو يؤذوا المسلمين ببدعتهم. وهذا الأصل متمثل أيضا في موقف ابن عباس رضي الله عنه في حرصه على الخروج إليهم وانتدابه نفسه للتفاهم معهم وتفنيد شبهتهم وإرجاعهم إلى الحق. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون من الامتناع عما يضعف شوكتهم، ومن بذل الجهد في جمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم. ولا بد أن نتبع هذا الأصل بأصل آخر وهو يذكره. لكن قبل ما نترك هذا الدرس الثاني يقصد منه حرص علي رضي الله عنه وحرص ابن عباس على جمع كلمة الإيش المختلفين، جمع كلمة الإيش المختلفين من المسلمين يعني. طيب لما يجي حد يقول أنا عايز أجمع الكلمة بين الفريقين، يتقال له هو أنت تبع علي؟ أنت تبع علي يا عميل يا عالم السلاطين؟ مش ده اللي بيحصل. ما هو ابن عباس مفروض يتوصف بوصف عند اللي هم بتوع العصر ده، يعني لو وصفوا ابن عباس هيوصفوه بإيه دلوقتي؟ إنه عالم تبع مين؟ تبع السلطة. مش ابن عباس ده جاي من ناحية السلطة؟ طب كيف بالذي لم يكن من ناحية السلطة وإنما قام يقول هنا ظلم وهنا ظلم، ارجع وارجع؟ لا، انت تقول له هو بس ارجع، اما انا ده اللي انا بعمله ده كله ايش نازل بوحي كده، لان انا راجل بقول انا بتاع الاسلام. طب وهو؟ لا، ده هو عدو الاسلام، ده بيكره الاسلام، ده حرب على الاسلام. مش دي النغمة يا اخوانا اللي دلوقتي شغالة، اللي من خلالها بيخدم لفكر الايش التكفير، ان القضية تظهر على انها قضية صراع بين ومين؟ بين الإيمان والكفر، بين كفار بيكرهوا الإسلام وبين مؤمنين ما فيش حد بيحب الإسلام قدهم. وهل هذا في الحقيقة هو الموجود؟ يعني كل الناس المخالفة للتيار الإسلامي اللي بينزل المظاهرات وغيره، كل دول كفار؟ كل دول بيكرهوا الإسلام مثلا؟ ولذلك شيء عجيب جدا هذا التوصيف العجيب الذي يحاول البعض أن يوصف الأمور به. ثالثا، ولعله من أصل الأصول وأعظمها لكثرة ما تشتد إليه حاجة المسلمين، ألا وهو السبيل إلى وحدة المسلمين وجمع صفهم. إن وحدة المسلمين أصبحت مقولة يقولها كل مسلم وكل جماعة، فالكل ينادي بالوحدة والكل يزعم أنه ساع إليها حريص عليها. ولكن ما هو السبيل الحق إلى تحقيق هذه الوحدة؟ هنا موضع الخلاف، وهنا تزل الأقدام وتضل الأفهام وتنحرف الأقلام. إن وحدة المسلمين مطلب شرعي ومقصد عظيم من مقاصد الشريعة، فلا بد أن تكون الوسيلة إليه شرعية. إن وحدة المسلمين يجب أن تكون عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل، والله لا يعبد إلا بما شرع، وكل عمل ليس عليه أمر الشرع فهو رد، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. حد دلوقتي يرد علينا بقى احنا يقول طب ما انتوا يلي شقتوا ليه الصف، انتوا بتوع شق الصف بتقولوا وحدة المسلمين. نقول لك طب تعال اعرف بقى على أي شيء يتوحد المسلمون، ونشوف احنا اللي متوحدين عليه ولا اللي هو الطرف اللي بيشتم ده هو اللي متوحد عليه. قال إن وحدة المسلمين بمعناها الشرعي الصحيح تعني أن يعودوا جميعا إلى الفهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حط تحتها سطر خط دي، الفهم الصحيح لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الكل بيقول أنا على الكتاب وليش؟ أنا على الكتاب والسنة. لكن الفهم الصحيح لهذا الكتاب ولهذه السنة، وإلا لو سألت الصوفي هيقول لك أنا على الكتاب والسنة، بل الشيعي يقول لك أنا على الكتاب والسنة، فضلا عن الغير يعني. قال على فهم السلف الصالح هكذا وهكذا فقط،
يمكن أن نتحد هكذا وهكذا، يعني فهم صحيح للكتاب والسنة بطريقة السلف الصالح. قال فقط يمكن أن نتحد، وهذا هو السبيل الوحيد لوحدة الصف، وهذا الذي سلكه ابن عباس وأقره عليه علي رضي الله عنه. ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج حتى يعيدهم إلى الصف الإسلامي، فبين لهم أولا وقبل أن يناظرهم المنهج الصحيح، فقال، حطوا بقى تحت السطر اللي جاء دي كلها: أرأيت إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا تنكرون؟ هو ده المنهج، هو كتاب الله المحكم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تنكرون، يعني الثابتة الموجودة عندنا. قال إذن هو الكتاب والسنة والعودة إليهما، وقد كان صرح لهم قبل ذلك بالفهم الذي ينبغي أن نفيء إليه إذا اختلفت أفهامنا، فقال: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عند صهره عليهم نزل الوحي وهم أعلم بتأويله. يبقى اللي عايز يقول نتحد، يبقى نتحد على ماذا؟ على الكتاب والسنة بفهم السلف رضي الله عنه، بفهم السلف. يقول لك أيوة عم، ما احنا برضو كتاب والسنة بفهم السلف. لا، هي مش معذرة، مش شعار، مش شعار طريقة سلفية ومش عارف ايه واتجاهها مش عارف صوفية ومش عارف ايه. لا، هو مش شعار بيتقال، لابد ان يكون هذا امر موجود فعلا قولا وعملا واعتقادا. نعم. قال: الله اكبر، ما انصع هذا المنهج وما اشد وضوحه الرجوع الى الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. وبعد أن بين لهم المنهج شرع يدحض حجتهم ويفند شبهتهم ويوضح فساد منهجهم. أنا أضرب مثال كده عشان بس يعني ممكن البعض يوم يقول ما برضو الناس برضو بتقول إحنا كتاب وسنة. طب لما بنقول له مثلا الحديبية، تقول له الحديبية حصل كذا، يقول لك الحديبية دي كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. جبتها منين دي خاصة دي؟ هي كده عندي كده، هو يقول لك كده هي خاصة بالنبي. طب جبتها منين هي خاصة؟ خلاص كده. طب هل ده فهم سلف الأمة لها؟ هل ده جاء في الكتاب والسنة؟ هو كده. تقول له مثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة مثلا تخفى ودخل الغار ومش عارف ايه، يقول لك مع عمر طلع جهرا. هل ده فاهم الكتاب والسنة؟ هل هذا يفهم طريقة السلف؟ هل هذا فاهم حتى معنى السيرة النبوية؟ أما تقول له النبي صلى الله عليه وسلم خرج سرا، يقول لك عمر خرج جهرا. وقد قال ابن عباس أيضا ذات يوم لبعض الناس في مناسك الحج، فقال لهم في شيء، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قالوا: ولكن أبا بكر وعمر يقولان كذا وكذا. قال: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ يوشك أن تمطر عليكم السماء حجارة. نسأل الله العافية. فما بالك بقى الذي تقول له قال رسول الله لا يقول حتى أبو بكر وعمر، يقول هو كده، هي أنا شايفها كده، هو العقل بيقول كده، هو اللي مش عارف المصلحة السياسية بتقول كده، الإمام فلان قال كده، الأستاذ فلان قال كده. نسأل الله العفو والعافية. قال: وبعد أن بين لهم، وعلى فكرة برضو من باب الإشارة برضو اللي يقول لك ما الناس برضو بتوع الكتاب والسنة، نقول له ما صح، ما هو باين الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح عشان نتحد، يقول ان احنا نعمل تقارب مع من يسبون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ان احنا نهنئ من يقولون ان الله ثالث ثلاثة وان الله مات وان الله قام من قبره، نهنئهم في يوم الممات ويوم الإحياء يوم القيامة، ونقول لهم احنا اسفين احنا المرة دي ما عرفناش نيجي نشارككم القداس عشان انتوا عارفين ان احنا طبعا المظاهرات والدنيا بايظة عندنا. قضية الولاء والبراء، قضية المنهج والاستدلال فضلا عن غيره وغيره وغيره. قال: وبعد ان بين لهم المنهج
شرع يدحض حجتهم ويفند شبهتهم ويوضح لهم يوضح فساد منهجهم، فمن عاد منهم وتنازل عن معتقداته وآرائه واعتقد اعتقاد جماعة المسلمين فقد عاد إلى الصف، ومن أبى وأصر على معتقده فهو خارج عن الصف ولا سبيل للوحدة معه. بل عندما أثار بقية الخوارج الفتنة قام إليهم علي رضي الله عنه فقاتلهم ولم يتحرج في ذلك. إن السبيل إلى وحدة المسلمين هو الاتحاد على الأصول الثابتة من الكتاب والسنة، وكل سبيل آخر للوحدة لا تقره الشريعة ولا يجوز لنا، ونحن عباد الله سلمنا أمرنا إليه أن نجعل منها صنما نستجيز من أجله كل وسيلة غير مشروعة. اللي هي إيه الصنم ده؟ الوحدة، وحدة المسلمين. يقول لك أهم حاجة عايزين نجمع المسلمين، طب هنجمعهم على إيه؟ والتجارب على مر التاريخ موجودة ولسه قريب التجارب عندنا. التجربة الأفغانية أفظع تجربة اجتمع فيها الأشكال والألوان المختلفة، الصوفي والشيعي والسني اجتمعوا مع بعض وانتصروا على الروس، وبعد ما انتصروا على الروس انهزموا فيما بينهم شر هزيمة ولم تقم لهم قائمة بعد ذلك. لماذا؟ لأنه كانوا أصحاب المنهج اللي هو اسمه إيه؟ الوحدة. نتوحد، توحيد الكلمة قبل التوحيد. وعلى فكرة كان في مؤتمر كده من شهور أيام الدكتور مرسي في آخر أيامه، وحضروا الشيخ محمد إسماعيل، وكان موجود فيه يعني جماعة من الجماعة الطيبين إياهم بتوع السرورية والقطبية. الشيخ محمد كانت المحاضرة بتاعته عنوانها التوحيد أولا لو كانوا يعلمون، عشان هو كان البتاع كله معمول عشان احنا كلنا نعمل حاجة اسمها ايه؟ التيار الإسلامي الموحد. التيار الإسلامي الموحد اللي كان بينادي بيها ما يسمى بجبهة الحقوق والإصلاح التي كانت تخدم على هذا الموضوع. فلما الشيخ محمد أدرك المسألة دي جعل المحاضرة التوحيد أولا لو كانوا يعلمون. ماذا حدث؟ قام واحد منهم في المحاضرة بتاعته راح مغير موضوع المحاضرة بتاعته، راح مسمي محاضرة تانية قال توحيد الكلمة قبل التوحيد لو كانوا يعلمون. انظر شيء في منتهى العجب. وأي توحيد للكلمة هذا الذي يبنى على غير التوحيد الذي يبنى على غير المنهج الذي أنزله الله سبحانه وتعالى؟ قال إن السبيل إلى وحدة المسلمين هو الاتحاد على الأصول الثابتة من الكتاب والسنة، وكل سبيل آخر للوحدة لا تقره الشريعة ولا يجوز لنا، ونحن عباد الله سلمنا أمرنا إليه أن نجعل منها صنما نستجيز من أجله كل وسيلة غير مشروعة. إن الوحدة التي تنشأ عن ضم الطوائف المختلفة في الأصول في دائرة واحدة وإعطائها مسمى واحد على اختلاف عقائدها هي وحدة غير شرعية، وإن الصف الذي ينشأ عنها ليس مرصوصا. ده صف ملخفن، المرصوص اللي هو الإيش؟ المستوي. إنما الوحدة التي تنشأ عن تجميع الناس وخلاص على أي مناهج إن كانوا ستكون عبارة عن صف مرصوص ولا صف معوج، ده داخل وده طالع وده رايح وده جاي، هذا هو حالها. نعم. قال ولنتأمل في قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا، ثم قال ولا تفرقوا. يقول الشاطبي رحمه الله تعليقا على الآية تبين أن التأليف إنما يحصل عند الائتلاف على التعلق بمعنى واحد، وأما إذا تعلقت كل شيعة بحبل غير ما تعلقت به الأخرى فلا بد من التفرق، هو معنى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن فتضيع الأصول من أجل الوحدة سبيل غير شرعي، حط تحت خط، فتضيع الأصول من أجل الوحدة سبيل غير شرعي. أنا ضيع الولاء والبراء عشان تقول لي وحدة الصف الإسلامي، أنا ضيع قضية العقيدة في الصحابة عشان تقول لي وحدة الصف الإسلامي، وغيره وغيره وغيره. بل هو فوق ذلك عمل لا يقره العقل، وإليكم التوضيح.
إن التفرق بين المسلمين حاصل ولا بد. أنا هقول لكم العبارة دي كده في كلمة وبعدين هقرأها عشان تتضح. يعني بيقول بل هذا فوق ذلك، بل هو فوق ذلك عمل لا يقره العقل. باختصار، عقلا علمنا نحن أهل الإسلام أن الله أخبرنا في كتابه أن الاختلاف كائن في الخلق أم لا؟ كائن في الخلق، كما قال تعالى ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقه. فهذا أمر كوني موجود في الخلق، يبقى اللي يسعى إن هو عايز كل الناس وكلهم يبقوا على قلب رجل واحد ابتداء، هذا شيء عقلا مش موجود، عقلا مش موجود. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تتفترق أمتي على 73 فرقة. قال إن التفرق بين المسلمين حاصل ولا بد، فكلام الله حق. قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، قال تفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وقال سألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فما نعني. فإنه يستحيل في الواقع أن يزول الاختلاف تماما، وأي مسلم يوقن بمعاني هذه النصوص ليس عنده طمع في ذلك، فهذا أمر قضى الله به، ولكن ستبقى طائفة على الحق. فإن كان الأمر كذلك فهل يعقل أن نفرط في أصولنا ونحن معاقبون إن فرطنا من أجل السعي في حصول أمر مستحيل؟ إن المسلمين كلهم هيبقوا كلهم على قلب رجل واحد، ده أمر مستحيل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بوجود التفرق حتى في الأمة. قال إن كل مسلم مخلص صادق غيور يحزن على حال المسلمين ويغتم له ويتأسف عليه أسفا شديدا، لكن ليس الحل أبدا أن نفرط في الأصول من أجل تحقيق أمر قد قرر الشرع أنه لا يكون. كيف وقد أمرنا الله بقتال طائفة من المسلمين إن بغت، وهل يكون القتال إلا تفرقة؟ بل وفيه ما هو أشد من ذلك، ولكن أمر الله قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول وعذرا أخي القارئ إن أطلنا في هذا الأصل، فلقد فحش فيه الخطأ والانحراف. رابعا الحكم في تقييم الرجال. وإحنا برضو أيضا بنعتذر للإخوة، اليوم فقط إحنا هنطول بس نخلص البحث، لكن بعد كده الدرس هيبقى زمنه إن شاء الله أقل من ذلك إن شاء الله. رابعا الحكم في تقييم الرجال. إن أحوال الخوارج من كثرة العبادة والاجتهاد فيها غير خافية على أحد، فلقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. وقال ابن عباس في وصفهم كما في هذا الأثر لم أرى قط أشد اجتهادا منهم، وأيديهم كأنها ثفن الإبل ووجوههم معلمة من آثار السجود. ومع كل هذا فلقد أتوا ببدعة خطيرة ووضعوا بذور الخلاف بين المسلمين، وليس من مسلم سليم العقيدة إلا ويذكرهم في معرض الذم، ولم يذكرهم العلماء في مصنفاتهم إلا للتحذير من بدعتهم وبيان فساد معتقدهم دون أبنى فخر واعتزاز بعبادتهم. يعني ليس مجرد أن الخوارج كانوا عباد متعبدين يحقر صلاته الواحد منا إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم أن هذا الميزان به خلاص تنتهي الأمور، لا أبدا. انظر إلى هؤلاء وكيف كانوا على أشد ما يكون من العبادة، وما الفساد الذي جره على الأمة. الفساد الذي جره الخوارج على الأمة هو أعظم فساد، لأنه من يوم أن خرجوا وهذه البدعة لم نتوقف، وهذه أخطر بدعة ظهرت في حياة المسلمين. ظهرت ممن؟ من أناس كانوا على ماذا؟ أشد ما يكون من العبادة. وإلا البعض أحيانا ينظر فيقول الناس الطيبة دي ده ناس بتحب الدين. أيوة، وإحنا لا نشك في ذلك ولا نشكك في ذلك، لكنهم جهلة، لكنهم أهل بدعة، فلا يشفع لهم هذه التعبد وهذا الحب فيما يفعلون من خراب ودمار وبدعة ونحو ذلك. قال إن المنهج الإسلامي الواضح يدلنا على أنه يجب تقييم الرجال أولا من منطلق معتقداتهم وتصوراتهم. هو ده اللي نبني عليه الرجال،
مش بالمظاهر. ما هو مظهره ده متعبد، الخوارج مظهرهم متعبدين جدا، لكن معتقداتهم، تصوراتهم، أفكارهم، علمهم ضحل ضحل. ولذلك الميزان في تقييم الرجال ماذا من هذا الدرس؟ الميزان في تقييم الرجال ماذا؟ كثرة التعبد ولا صحة الاعتقاد والمنهج؟ صحة الاعتقاد والمنهج. نعم. قال: وجميع السمات الأخرى إذا أقرها الشرع تأتي بعد ذلك لا قبله. المهم المعتقد إيه؟ المهم المعتقد. ولذلك كان العلماء من السلف يقولون: والله ولو رأينا الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء ما شهدنا له بكرامة حتى نعرض عمله على كتاب الله وسنة رسول الله. شوف عقبته إيه، منهجه إيه، حتى لو ظهر لنا بكرامات. هذا ليس هو الضابط في تقييم الرجال. قال: فلو انطلقنا في الحكم على الخوارج من خلال شدة اجتهادهم في العبادة وجعلنا ذلك هو المقياس الأول في الحكم عليهم، لكان ينبغي أن نجلهم ونحترمهم فنرفع درجتهم حتى فوق درجة الصحابة، إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته في شأن الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. فكم يكون هذا التقييم سخيفا. ما هو لو احنا التقييم، آسف هستعمل عبارة كده يعني عامية سمعتها من الشيخ أبو إسحاق، لو التقييم بالكيلو يبقى مين أكتر أحسن، الخوارج ولا الصحابة؟ الخوارج. ما احنا لو وزننا بالكيلو النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يبقى صلاة الخوارج أحسن من صلاة الصحابة، يبقى الخوارج أحسن من الصحابة. هي كده لو الوزن بالإيه بقى؟ بالكيلو، بالكترة، بالعواطف. لا، إنما الضابط هو صحة العقيدة وصحة المنهج. أين؟ قال: لكن الأمر يختلف تماما ويعود إلى نصابه الصحيح عندما يحكم عليهم من خلال معتقداتهم وتصوراتهم، فنرى أنهم قد ابتدعوا في دين الله بدعة خطيرة فاحشة فوضعوا بذور الخلاف والفتنة. أسأل الله العفو والعافية. إن الاعتقاد الصحيح يليه العمل الصحيح، لأنه الإنسان اللي عقدته صحيحة عمله هيبقى صحيح، لكن اللي عمله صحيح شكلا وعقدته فاسدة لازم عمله هيبقى فاسد بعد ذلك. قال: إن الاعتقاد الصحيح يليه العمل الصالح، هو الذي يميز المسلم الحق المنتمي إلى أهل السنة والجماعة. أما كل الاعتبارات الأخرى فإنه يشترك فيها المسلم الحق مع غيره من أهل البدع والضلال، فلا ينبغي أن تكون معيارا أساسيا. ونتيجة لانحراف هذا الأصل عند كثير من الإسلاميين فضلا عن عامة المسلمين، وجدنا من غال في الثناء على جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وغيرهما، وذلك أنه حكم عليهم من منطلق ظنه بأن لهم جهدا مشكورا في نشر الإسلام والدفاع عنه، ولم يضع للاعتبار الأساسي وزنا. الاعتبار الأساسي اللي هو ماذا؟ صحة المنهج والعقيدة. نعم. قال: فلم يضع في حسابه أن الأول كان شيعيا، جمال الدين المتأفغن، هذا يعني الشيخ محمد إسماعيل يسميه جمال الدين المتأفغن، فهذا كان شيعيا وليس يعني كان يدافع عن الإسلام ولا شيء، إنما كان يدافع عن التشيع. نعم. قال: وأنه كان عضوا بارزا في الماسونية ومؤسسا لبعض فروعها في البلاد العربية، وأن الثاني يعني الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى مع إخلاصه في الدفاع عن الإسلام قد أول المعجزات وقدم العقل على النقل، وكانت له علاقة مشبوهة مع المستشرقين، غلبوا يعني كلام كثير من كلام المعتزلة. لقد شاع تعظيم بعض الرجال وتقديسهم على ما هو أقل من ذلك، مثله يعني على ما هو أقل من ذلك يقصد ماذا؟ على قواعد غير صحيحة. إن عندنا القاعدة هي صحة المنهج والعقيدة. قال: لقد شاع تعظيم بعض الرجال وتقديسهم على ما هو أقل من ذلك، مثل قدمه في مجال الدعوة الأدمية. الأدمية تعرفين الأدمية دي أزمة كبيرة جدا في اتجاه إسلامي كبير جدا، وهو احنا خلاص ما احنا مش بنوري خلاص بقى، مش نافع التورية خلاص، اتجاه الإخوان المسلمين
الأقدمية زي ما يكون كده العسكرية. الأقدمية يعني ماذا؟ مين يبقى المرشد؟ مين يبقى المرشد؟ أقدم الأعضاء. هو بقى ينفع مرشد ما ينفعش مرشد؟ لا، بالأقدمية. التصعيد في مكتب الإرشاد بماذا؟ بالأقدمية. ولذلك مش شرط بقى يكون هو عنده قدرات علمية، عنده فهم، مش هي دي المشكلة. المشكلة أنه يكون عنده أقدمية. نعم. يقول: مثل قدمه في مجال الدعوة أو كثرة الأفراد الذين اهتدوا على يديه. مثلا أن يكون مثلا شيخ معروف أنه رجل طيب وبيدعي الناس، خلاص كده بعض الناس عنده ميزان، ده خلاص نقبل منه كل ما يقول. ودي ظاهرة موجودة في بعض من يدعون الممثلين مثلا للاهتداء ونحو ذلك، فيهتدي على أيديهم بعض الإيه؟ الناس، خلاص كده يبقى نقبل منه كل ما يقول. لا، احنا نشكر له هذا العمل ونؤاخذ على الأعمال الأخرى. قال: أو شدة التعذيب الذي لاقاه من الطغاة أو طول فترة السجن في زنزاناتهم. ولا نعني بكلامنا أبدا أن مثل تلك الأعمال لا وزن له، لأن البعض بيعتبر أنه هو منهجه وعقدته واللي يشهد له هو أنه هو قاعد في السجن كم سنة، جعله الله في ميزان حسناتك. لكن دي مسألة، ودي مسألة. هذا رجل قاعد في السجن 20 سنة، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، لكن مال هذا ومال مسألة الإيش؟ الحكم على المسائل الشرعية. مال هذا ومال مسألة بيان المنهج الصحيح من عدمه ونحو ذلك. نعم. قال: ولا نعني بكلامنا أبدا أن مثل تلك الأعمال لا وزن لها، بل لها فضل عظيم إن صح الأصل الأول. بل لها فضل عظيم إن صح الأصل الأول اللي هو صحة الاعتقاد والمنهج. قال: وحتى لو لم يصح فنحن نعترف بالحق ونثبت الفضل لكل صاحب فضل، ولكن المحظور هو الانسياق وراء العواطف، فنعظم الرجال ونتحمس لهم ونشهد بعدلهم وصدقهم ونزاهتهم، بل وكثيرا ما نسمع من يشهد لهم بالجنة لأجل اعتبار من تلك الاعتبارات، إنه الشهيد فلان مثلا. ومن قال لك أنه شهيد؟ لأنه هو مثلا قتله الظلمة يبقى اسمه الشهيد فلان، هذا غير صحيح شرعا مثلا. خامسا: إن تبني الخوارج لموقفهم ابتداء لم يكن عن تثبت وتمحيص ونظر، ولذلك فقد زالت شبهتهم وضحضت حجتهم بعد دقائق معدودة من بداية المناظرة. وإن كان القسم من الخوارج الذين فاءوا إلى الحق يمدحون على ذلك لتجردهم وإخلاصهم وعودتهم إلى الجادة الصحيحة حينما تبين لهم ذلك دون ممارات ولا مماطلة، وإن كانوا يمدحون على ذلك. مهمة جدا السطر اللي جاي ده، ركزوا كده، اللي سرح انتبه. يقول: وإن كانوا يمدحون على ذلك فإنهم ينتقدون على سرعة تبنيهم للفكرة ابتداء دون تثبت وتمحيص. تاني العبارة: وإن كانوا يمدحون على ذلك، على إيش؟ على رجوعهم، فإنهم ينقدون أو ينتقدون على سرعة تبنيهم للفكرة ابتداء دون تثبت وتمحيص. إن الحكم إلا لله، علي حكم الرجال، خلاص علي كافر. قالوا له: أيوة كده كافر خلاص، من غير أن يتثبت، يبحث، ينظر، يقول هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح. لا، هو كده خلاص، أي كلام عاطفي يوافق هو ما في عاطفته خلاص يمشي وراه. طب تثبت أولا. لا. قال: إن الذين لا يعتنقون الفكرة عن اقتناع عميق بالفكرة ذاتها وبعد تثبت من أدلتها الشرعية الصحيحة بمنهج سليم، حط تحت خط الكلمة دي بقى، يكثرون التنقل. اللي هو الريح بتوديه وتجيبه، ده تجده إيه حاله؟ كل يوم في حال. وده خطر شديد جدا. وقد يكون رجلا صالحا طيبا لكنه ليس عنده نظر ولا تثبت ولا سؤال ولا تعلم، إنما هو عاطفة تسوق جهة يمشي معه، بعد كده ظهر في جهة تانية حاجة عاطفية أكثر شوية، يعمل إيه؟ يروح رايح معه. قال لي أحد الإخوة، وأنا أحب والله
وأشهد على ذلك والله يشهد مني ذلك. لكنه هو مثال على هذه المسألة، وأنا أضرب المثال به حبا فيه والله. قال لي أحد الإخوة ذات يوم، وكان يحضر معنا الدروس المنهجية لمنهج السلف الصالح، قال لي ذات يوم بين الأحداث، وكان يسألني عن الكلام عن ما يفعله الإخوان ونحو ذلك، فقلت له بعض الكلمات، فقال نعم نعم أعرف أنهم فعلا لا يصلحون، بعد ما كان متعاطف كده في الكلام، أعرف أنهم لا يصلحون، لكن أنا حازمون. هو إذا كانش حاجة عاطفية هنا تبقى حاجة عاطفية في حتة تانية أسوأ. فمن حازمون؟ من حازمون؟ أنا بسأل حتى السؤال دلوقتي، من حازمون؟ وما منهجهم؟ وما هي قضيتهم؟ أنا أقول لك الجواب، للأسف منهجهم أن شخصا واحدا فقط هو الجماعة، هو كل حاجة، هو كل شيء، ويتكلم بكلمات حماسية. فالبعض يقول أنا حازمون. يعني إيه حازمون؟ يعني أنت رجل ممن يحب الكلام الحماسي. هل هذا هو المنهج؟ هل هذه العقيدة ونحو ذلك؟ أصل حازمون الرجل ده كشف الجيش وكشف المش عارف إيه، هل هذا هو المنهج؟ هل هذا الذي علمك النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله المستعان. قال إن الدعوة المعاصرة تواجه تحديات ضخمة ومشاكل عدة من الداخل والخارج، فما لم يكن أصحابها على قناعة شرعية قوية بأفكارهم وبأدلتها، فإنه لا يؤمن عليهم التذبذب بين الصف والصف إن بقي عندهم الحماس للإسلام أو الانتكاس إن فقدوا حماسهم لدينه. لابد أن تكون صاحب قضية، أنت عندك منهج، عندك تأصيل شرعي لمنهجك الذي تنتهجه، عندك عقيدة لهذا المنهج الذي تنتهجه تمشي عليه، وإلا هتظل تتقلب إيش مع الرياح كده. قال وإنه لمن المؤسف حقا أن نرى كثيرا من أتباع الدعوات أذهانهم خواء من كل فكرة أصلية مليئة بتاريخ دعوتهم وسيرة عظمائهم فقط هي زادهم في الطريق ودافعهم إلى العمل. فنصيحتنا إلى كل مسلم مخلص أن يستوثق من أصوله ويطلب عليها الأدلة الشرعية، وأن يفهمها بالمنهج الصحيح، وأن يفتش بتجرد عن قناعته بالأفكار التي يؤمن بها ويدعو إليها، وينظر هل هي أصيلة أم أنها موجودة بوجود المؤثر والمرغب. يعني هل هي قواعد أصلية يمشي الناس يزول الناس القواعد موجودة، ولا هي بتزول بزوال الأشخاص؟ فالعقيدة الإسلامية ثابتة وإن تغير الإيش الناس. قال وأن يفتش بتجرد عن قناعته بالأفكار التي يؤمن بها ويدعو إليها، وينظر هل هي أصيلة أم أنها موجودة بوجود المؤثر والمرغب، فإن زال المؤثر زال التأثير. ولنأخذ درسا عظيما من الصحابي الجليل كعب بن مالك أحد المخالفين الثلاثة، وقد هجرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وترك المسلمون السلام عليهم، ثم جاءته الدعوة للجوء إلى من يعززه ويكرمه، فلم يتزبزب ولم يتردد. حط تحتها خط، أهو كعب بن مالك ده وجد جفاء من الصحابة وهجر منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهجر. واو، لو واحد مذبذب انتوا ايه يعني؟ انتوا مش هتسلموا علي؟ عنكم ما سلمتم، انا رايح الناحية التانية. مش هو ده؟ انا رايح مش عارف الفرقة الفلانية، ويروح حاطط لك كارنيه بتاع الحزب النور على البتاعة، وانا فلان الفلاني قررت الاستقالة من هذا الحزب وانا بريء منه، وانا رايح اللي مش عارف فين وجاي منين. مهازل، نسأل الله العفو والعافية. قال بل قذف رسالة ملك غسان إلى التنور لشدة إيمانه بأنه على الحق. ونصيحة لإخواننا الدعاة، إن الذي يتمنى فكرة بسرعة ولظروف معينة عرضة لأن يتخلى عنها بنفس السرعة لظروف أخرى. سادسا، إن مخالفة ابن عباس التامة للخوارج في جميع الأفكار والتصورات لم تمنعه من العدل في القول،
لم تمنعه من العدل في القول. ده درس أخلاقي رائع جدا. فقد كان بمقدوره السكوت، لكن العدل مع المخالفين جعله يصفهم بما وجد فيهم، وإن كان في هذا الوصف مدح لهم. قال: فدخلت على قوم لم أرى قط أشد منهم اجتهادا منهم في العبادة. فعلى العاملين في حقول الدعوة إلى الله الإنصاف بالعدل مع مخالفيهم، وعدم الامتناع من ذكر محاسنهم، بل ويحرصوا على أن يستفيدوا منها. وإلا البعض إذا خالف حولك من ولي إلى عميل، من ولي إلى عميل، أليس كذلك؟ كان بالأمس يقول فلان ولي من أولياء الله، لما خالف عميل من عملاء أجهزة الأمن ونحو ذلك. شيء عجيب جدا، ابن عباس يدخل على الخوارج وهم أهل بدعة، ومع ذلك منصف، فإنه يذكر ما لهم من الخير. سابعا: وما كان هذا الدرس بحاجة إلى أن يذكر لظهوره ووضوحه وكثرة الأدلة عليه، لولا أن التفريط فيه قد وقع من كثير من العاملين للإسلام فضلا عن عامة الناس، ألا وهو الحرص على صلاة الجماعة. ولقد سمعنا حوادث عديدة عمن يفرطون في حضور الصلاة جماعة مع المسلمين في المساجد بحجة انشغالهم بطلب العلم أو ببعض البحوث الهامة، أو أنه وإخوانه يتداولون أمرا يهم المسلمين فيعتذرون بذلك عن تفويتهم الجماعة. فعلى هؤلاء وغيرهم أن يتأملوا في حال ابن عباس، وقد انتذب نفسه لمهمة عظيمة لا شك في أن فيها مصلحة للمسلمين، ومع ذلك فحرصه على صلاة الجماعة شديد، إذ يقول لعلي رضي الله عنه: أبرد عن الصلاة فلا تفتني حتى آتي القوم فأكلمهم، رضي الله عنهم. فهل نفقه هذا الأمر ونعلم أن التمسك بأحكام الدين جميعها واجب على كل فرد، ومن أبرز سمات المسلم، ومن تعظيم حرمات الله، فهل نتهاون ونتساهل في أوامر الله يا عباد الله؟ وإلا البعض نجد أنه هو حفيظ، زي ما يقولوا حفيظ مسائل، لكن تجد في باب العبادات والسلوك جاف في باب العبادات والسلوك. لا، لابد أن يجمع المسلم بين الأمرين، وإلا ما أثر هذا العلم الذي يتعلمه على قلبه وسلوكه؟ نعم. ثامنا: ينبغي على الدعاة إلى الله عز وجل من أصحاب المنهج الصحيح ألا ييأسوا من عودة الطوائف المنحرفة إلى المنهج القويم ممن أمعنوا في الضلال، يعني زادوا في الضلال. فها هم الخوارج على شدة بدعتهم وتمسكهم بها، حتى أن عبد الرحمن بن ملجم أحدهم قد قتل عليا تقربا إلى الله بقتله. تخيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول: ومع ذلك فقد عاد منهم كثير إلى الحق بعد أن تبين لهم، فلا ينبغي أن نيأس من عودة تلك الطوائف المنحرفة إلى الحق خاصة، وأن كثيرا من المنتسبين إليها هم من الأتباع حجبهم مشايخهم ومتبوعوهم عن الاستماع للمخلصين خوف تذبذب موقفهم وتخليهم عنهم. فلم يصل الحق إلى كثير من الأتباع حتى تحصل لهم المقارنة بينه وبين ما هم عليه. فعلى الدعاة إلى الله أن يحرصوا على الوصول إلى الأتباع بعيدا عن الملأ والمشايخ والقادة. ولذلك نستغل ذلك لإخواننا الشباب خصوصا الذين يتعاملون من خلال صفحات التواصل الاجتماعي ونحو ذلك، إياكم ولهجة السب والشتم ونحو ذلك، لأن هذه اللهجة تعبر عن يأس في دعوة الإيش المخالف، تعبر عن يأس. لكن الذي عنده أمل أن المخالف هذا سيرجع لا يسب ولا يشتم. قال: هذا ولا يزال في القصة دروس عظيمة، منها أسلوب المناظرة والجدل مع أهل البدع، ولعلنا نفرد هذا في مقال خاص. ونشير في الختام إلى بعض الدروس الأخرى الهامة التي لا يتسع المقام للتفصيل فيها، ولعل في الإشارة إليها كفاية لأولي الألباب. ففيها أن ينتدب الكفء نفسه للمهام، وأن الإخلاص وحده لا يكفي في صحة العمل، أن ينتدب الكفء نفسه للمهام، إن هو شايف أن المهمة دي هو اللي هيأديها ومحدش ربما غيره هيأديها، ما يقولش السلامة لا يعدلها شيء، ما يقولش ده أغلق عليك بابك، لأن هذا الأمر صار لا يقوم به إلا هو. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه لما علم أن هذا الأمر لا يقوم به إلا هو
قام وانتدب نفسه لذلك رضي الله عنه وأرضاه. وإشارة من خلال ذلك خصوصا إلى بعض شبابنا أن بعض مشايخنا أو علمائنا ربما يتصدر ويدخل أماكن كلنا نكره أن يدخلها، لكن لأنه لا يوجد من يتصدى لذلك إلا هو، فهو هيعمل إيه؟ وقد سألته أكثر من مرة وأجابني نفس الإجابة، لو قام الشيوخ بذلك لم تنعت، أما أن يترك المجال فلا. قال: وأن على الداعية أن يغشى الناس في مجالسهم، وعليه أن لا يستثار لانتقاد ذاته. الإشارة دي الشاهد بتاعها فين؟ تنمتوا؟ أيوة، التريقة بتاعتهم على ابن عباس، ما هذه الحلة؟ فيقول: وعليه أن لا يستثار لانتقاد ذاته. وفيها أيضا استئذان الفرد قائده إذا هم بفعل ما. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وإنه سميع مجيب، وجزى الله خيرا صاحب هذا البحث وأن يجعله في ميزان حسناته. ونقول أن يعني هذا الدرس اليوم أطلنا فيه في الزمن، لكن نظرا لأن البحث هذا لابد من جمعه، لكن في المرات القادمة إن شاء الله لن يتجاوز إن شاء الله زمن الدرس الساعة الواحدة بإذن الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.